فولكس فاجن تطرح الجيل الثاني من سيارة كرافتر، موديل يحظى بشعبية لدى الحرفيين نظرا لإمكانيات تكييف السيارة حسب الحاجة. سنقوم بتجربة موديل كرافتر كسيارة نقل بضائع بمقصورة مزدوجة ومكان جلوس يتسع لسبعة ركاب. يتوفر الموديل الجديد بدفع أمامي أو شد خلفي أو بدفع رباعي. نختبر اليوم محرك الديزل TDI بسعة لترين وقوة 140 حصانا، وهو يستهلك 8 لترات ونصف لتر لكل 100 كيلومتر، وبعزم دوران يبلغ 340 نيوتن متر. سعر السيارة في ألمانيا 41,000 يورو تقريبا. الموديل الجديد من كرافتر يمنح المرأة شعورا وكأنه في سيارة خاصة، فالتصميم الداخلي لا يذكر المرأة بأنه يجلس في سيارة نقل. كذلك توجد فيها أماكن لوضع الحاجيات مثل هذه الموجودة خلف لوحة العدادات أو فوق أو على الجوانب أيضا. تصميم السيارة خضع لتطويرات جوهرية. الوزن الإجمالي المسموح به يصل إلى 5.5 طن، ومساحة التحميل 18 مترا مكعبا ونصف متر مكعب. المميز في الموديل الجديد هو تلبية الرغبات الأساسية للزبائن. موديل كرافتر لا يوجد فقط كسيارة نقل مفتوحة، بل أيضا كسيارة نقل بصندوق، وفي هذه سأجرب الآن نظام القيادة المساعد. لكن قبل ذلك لنلقي نظرة سريعة على تصميم الموديل الجديد الذي يبدو رياضيا وحديثا. السيارة لا تبدو ضخمة الحجم، بل تبدو سيارة أنيقة ذات سعة ممتازة. ومن خلال التعاون مع السائقين الحرفيين الذين يقتنونها في العادة، تم جعلها سيارة عملية ومرنة. أرضيتها المغطاة بخشب من نوع خاص تتيح بسهولة تركيب وفك الخزانات المناسبة. أما مقصورتها فتوفر الراحة المعروفة في سيارات الركاب مع مقود متعدد الوظائف والأنظمة المساعدة للقيادة. ميشائيلا في طريقها إلى أول محطة لاختبار نظام مساعدة ركن السيارة. عليها لأجل ذلك الضغط على مفتاحين لإبلاغ النظام بأن يبحث عن مكان مناسب لركن السيارة. فإذا عثر النظام على مكان مناسب يجب تعليق السرعة الخلفية. السائق يضغط بنفسه على دواسة الوقود بينما تتولى السيارة عملية التوجيه. لكن هذا ليس النظام الوحيد الذي يساعد ميشائيلا أثناء تجربتها السيارة. في سيارة كبيرة كهذه لا تكون جوانب السيارة واضحة للسائق، لكن موديل كرافتر قادر على تجنب التعرض للخدوش. وذلك ممكن عن طريق مجسات عديدة مركبة حول السيارة. المجسات تساعد السائق على إدراك وجود الأشياء التي يصعب تمييزها عند الجوانب وتطلق إشارات تحذير. والأمر نفسه ينطبق على الأشياء غير المرئية أمام وخلف السيارة. بعد الجزء المتعرج صعب تعود مرة أخرى إلى الشارع، فهناك تتجلى السهولة والمتعة في قيادة السيارة. نظام دعم التوجيه يساعد على التحكم بسهولة بالسيارة، وهذا النظام يتكيف مع نوع المحرك والتجهيزات ووزن الحمولة. الموديل الجديد من كرافتر أقنعني بجودته بكل تأكيد، ففيه أنظمة مساعدة جديدة وهي لا تتيح قيادة آمنة فحسب، بل قيادة مريحة أيضاً.